الذي وقع؟ قد تكون هذه الليلة على ما يترفح هي من أعنف ليالي القصف الإسرائيلي. طوال هذه الليلة لم ينم أهالي مدينة رفح من شدة القصف الذي استهدف المدينة من البر والبحر والجو. طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى قصف أراضي زراعية بصواريخ كبيرة جدا تحدث انفجارات ضخمة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الأبراج العسكرية والدبابات الإسرائيلية على الحدود الشرقية للمدينة. حتى هذه اللحظة قبل دقائق من الآن كانت آخر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحد المباني في منطقة الحي السعودي غرب مدينة رفح. قبلها بنصف ساعة أيضا تم استهداف منزل في حي البراهمة غرب رفح، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات. غارات إسرائيلية لم تتوقف منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة بالتزامن مع قصف من الزوارق على بحر مدينة رفح. عشرات الإصابات وصلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الكويتي برفح نتيجة استمرار هذا القصف. نحن يعني حسب ما تابعنا وحسب ما شاهدنا هذه الليلة فهي تعتبر من أشد الليالي منذ بدء الحرب على قطاع غزة. مدينة رفح لم تشهد هذا الحجم من الغارات والقصف المدفعي والزوارق في ظل اعتبار وحديث الاحتلال وزعمه أن مدينة رفح من أكثر المناطق الآمنة في جنوب قطاع غزة، لكن على الأرض الواقع هي لم تختلف عن مناطق شمال قطاع غزة من حيث القصف والتوغل. أيضا كان هناك توغل بري محدود في المناطق الشرقية لمدينة رفح. هذه الليلة سمعنا أصوات الدبابات الإسرائيلية كانت على الحدود الشرقية لمدينة رفح، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار. هذا من جهة الوضع الميداني في مدينة رفح. اليوم معبر رفح كان سيشهد عملية تبادل الأسرى في مع الجانب الاحتلال الإسرائيلي ومن المقاومة الفلسطينية، لكن المعبر سيبقى فعالا هذا اليوم على قدر إدخال المساعدات وسفر حملة الجنسيات الأجنبية والجرحى من قطاع غزة باتجاه الجانب المصري. بحسب ما هو معلن الهدنة سوف تدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات. محمود، أهالي مدينة رفح كيف يستعدون لذلك؟ أهل رفح ينتظرون كما بقيت أهل قطاع غزة ينتظرون والإعلان عن هذه الهدنة لالتقاط الأنفاس ومن أجل شراء بعض المستلزمات إن وجدت في الأسواق في ظل الضغط الكبير على كل موارد من يترفح وكل المحال التجارية قد فرغت من هذه البضائع والمساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، وفي انتظار وصول كما تحدث وكما جاء في بنود هذه التهدئة أن يتم إدخال كميات كبيرة من المساعدات وأن تصل لكل مستحقية في قطاع غزة. نحن نتحدث أن كل مواطن يسكن في قطاع غزة بات محتاجا لهذه المساعدات في ظل عدم توافر المواد الغذائية في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حيث أن المحال التجارية والمخازن التابعة لكبار التجار في قطاع غزة قد فرغت تماما في ظل الطلب الشديد على البضائع خصوصا في المناطق الجنوبية التي زاد عدد سكانها في كل مدينة إلى أكثر من الضعف عن العدد الأصلي من السكان، وبالتالي لا يمكن لهذه المحلات والمولات التجارية أن تستطيع أن تلبي هذه الطلب الكبير منذ 47 يوما وهناك طلب كبير على هذه المواد الأساسية والغذائية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك من ينتظر هذه الهدنة للبحث عن أشلاء أو جثامين شهدائهم الذين ما زالوا تحت الركام وفي انتظار عمل الآليات الهندسية الثقيلة التي لا يمكن لها التحرك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والحرب المستمرة على قطاع غزة. شكرا لك من مدينة رفح جنوب غزة محمود.